صباح الخير أو مساء الخير على حسب أنت فين أو أنت فين. أنا هكمل معاكو الدرس الثاني، فهنقول عليه الدرس الثالث بقى علشان ما نتلخبطش. أوكي، فإحنا وقفنا عند نقطة معينة اللي هي كنت هعرفكو فين الميدل سي، أو بعرف السي دي من السي دي إزاي. تعالوا نكتب من الأول. تاني هكتب تريبل كلاف أو مفتاح صال عشان نلاقي النوتس أو النغمات. دو ري مي فا صال لا سي دو، زي ما عرفناهم في أول كلاس، أول حصة. يبقى دي دو ري مي فا صول لا سي دو، أو سي دي إي إف جي أي بي سي. ممكن أكتبه لكم، بس أنا عايزاكم تحاولوا تحفظوهم بس لسه شوية. دو دو ري ري مي مي فا فا صل صل لا لا. It's time for lunch. This routine will end in 20 minutes. Enjoy your meal. See? This is a reminder. Take the vitamin. No. This is a reminder. No. Take the vitamin. Sorry about that. دلوقتي احنا عرفنا بالدو ري مي فا صول لا سي دو. They are also برضو بيعرفوهم في بلاد تانية بسي دي اي اف جي اي بي سي. اوكي، هعرف ازاي الدو دي او السي دي هي اسمها ميدل سي؟ ميدل، اوكي، او ميدل دو، او دو الوسطى. ليه بيسموها كده؟ عشان هي في وسط البيانو بالظبط. اوكي، طيب تعالوا نجرب ونشوف مع بعض فين الدو اللي في نص البيانو بالظبط. طب هعرف منين الدو؟ ما في يعني نغمات كتيرة قوي على الكيبورد. هبص الاقي ابيض كتير، بس في هنا تقسيمة للاسود، اتنين صوت جنب بعض وتلاتة صوت جنب بعض، اتنين صوت جنب بعض والتلاتة صوت جنب بعض. أنا هبص على الاثنين الصوت وهروح على الشمال بتاعتهم وهقول هي دي الدو، هي دي الدو، هي دي السي. طب عرفت منين إن هي دي الدو، الميدل دو أو الدو الوسطى أو الميدل سي؟ هي بتكون في وسط البيانو بالظبط، زي ده أنا بعتبره الكيبورد عشان أشرح لكم عليه. أوكي، فأنا عندي هنا دي اللي في النص، اتنين أسود ودي على شمالهم، دي كمان اتنين أسود ودي على شمالهم، دي كمان دو، ودي اتنين أسود ودي على شمالهم، دي كمان دو. الاتنين أسود على شمالهم بتكون دو. اوكي، يبقى انا دي دو، يبقى دي ري ري، وكمان اسمها دي اللي بعدها
اسمها مي. مي. وكمان اسمها اي. النغمة اللي بعدها اسمها فا. فا. وبرضو اسمها اف. مش لازم نتلخبط ما بين الدو والاف، في ناس كتيرة قوي بتتلخبط بينهم، لكن احنا زي ما قلنا اتنين صوت على شمالهم هي الدو، لكن التلاتة صوت على شمالهم الفا. فأنا أول ما هلاقي الدو بعد كده هلاقي بقية النغمات سهلة قوي. صال النغمة اللي بعد الفا. صال. وكمان اسمها جي. النغمة اللي بعد الصال هي لا. لا. وكمان اسمها اي. النغمة اللي بعد اللا اسمها سي. سي. وكمان اسمها بي. آخر واحدة صاحبتنا اللي هي على شمال الاثنين صوت اسمها دو. وكمان اسمها سي. طيب ايه الفرق ما بين الدوتي والدوتي؟ زي ما قلت قبل كده الدوتي في وسط البيانو بالظبط، لكن انا لما بروح تدريجيا لغايه هنا هلاقي انا دو كمان واحده دو. اوكي، بس هي مختلفه، الصوت مختلف وكل حاجه مختلفه، المكان مختلف. هنا انا لما بلاقي الميدل دو هي اللي عندها اكسترا لاين، عندها خط صغنطط خالص في وسطها، وهي تحت الخمس خطوط اللي احنا بنكتب عليهم. تمام. طيب يبقى انا عرفت دلوقتي اماكن النغمات على الكيبورد على البيانو. دو ري مي فا صول لا سي دو. بس انا لسه عايز اتعلم حاجات كتيره قوي عشان اعرف اعزف الكلام ده. اول حاجه لازم اتعلمها ان انا عندي ارقام لصوابعي، انا مش هقدر اعزف الا لما اعرف ارقام الصوابع. كمان لازم اعرف الجود بوزيشن الرايت بوزيشن، ازاي ايديا لازم تكون، ايديا لازم تكون مدوره كده قبل ما اعزف بيانو. ادور ايديا لان انا مش بعزف باي حته غير اللي هي الاطراف خالص اللي بره اللي عند الصوابع. اوكي، لازم يكون ما عندناش ضوافر. انا عارفه في بنات كتير بتحب تربي ضفرها ضفاريرها ضفار سوري مش بعرف اقول كلمات عربي كتير ضوافرها. عرفت اجيبها. بس لو هتعزفي بيانو معلش حبيبتي محتاجة تقصي ضوافرك على الأقل تقصريها. هنكمل الكلام ده الحصة الجاية. هكمل معاكو الإيقاع، لأن لازم تعرفوا إيقاع تيمبو، لازم تعرفوا أرقام الصوابع، الحاجات دي كلها هنتعلمها الحصة الجاية. ياريت تركزوا في الحاجات اللي أنا اديتها لكم. والتاني هقول لكم ده اسمه سلم دو الكبير أو سي ميجر سكيل. اوكي، هفهمكم الحصص الجايه ليه اسمه دول كبير او ميجر سكيل سي ميجر، علشان هنتعلم بعد كده الماينر. في ماينر سكيل، يعني في
دوك كبير وفي دوك صغير، في صال كبير وفي صال صغير، في سي ميجر في جي ميجر، جي ماينر جي ميجر. Every scale has a major and minor. Okay? مبسوطة قوي ان انتو بتيجوا، مبسوطة قوي للي هما بيكملوا معايا، بحبكوا قوي، ويا رب دايما تكونوا كويسين. وزي ما قلت لكم الميوزك دي حاجة مهمة جدا. انا عندي students start ابتعدوا هنا وهم عندهم 80، وفي ناس فوق 80 ابتدوا لسه بيبتدوا. فعلشان كده بقول لكم الموسيقى مهمة جدا للميموريز، للذاكرة، وللطلبة اللي في المدارس بتعمل لهم ذاكرة كويسة، وكمان بتحفزهم على حاجات تانية كتير قوي كويسة، يبعد عن الأفكار الوحشة. والحاجة اللي أهم من ده كله بتنمي ذكائهم، خصوصا في الرياضيات وفي الساينس وفي حاجات كتيرة قوي. يلا بحبكم قوي، وأشوفكم الحصة الجاية. أسيبكم في أمان وسلام. Love and peace. Bye.